انا لمست وانا بتطوح، انا جاي جامل ومروح. انا لمست وانا بتطوح، انا جاي جامل ومروح. شويه جواز جواز وجوز الواد دوكا برضه ما نفعش، وعمال يبيع في الارض كل شويه. يابا ده عمال يقول لي يابا هاني يابا مش هتجوز يابا، مش انا لسه مجوز، انا مش هتجوز يابا. حاسب يا بتتكلم عارفين عليا انت واخوك، انا هتجوز. ياما كانت بتردحكوا سامة. لا يابا هتجوز بنت مين؟ انا هتجوز بنت الحاج بسيوني. هو بسيوني ده كاتب لكم يا ولاد الكلب؟ بقول لك ايه، اشتغل كده وكل الارض دي بسنانك. انت عامل زي العين، اشتغل يا كنال، عايز تظبط الدنيا كده وتروق الدنيا. انت قول لي زي خال الماتك كده ليه اشتغل يا هلا؟ انزل اشتغل يا ابن الكلب، عمال اكلك بعلبك زي الجمهور. لسقت عليك نكد، ضربت بيتي ولا بصل نافع ولا بطاطس نافع. يا ابوك ليه؟ انت عارف ان انا ما بحبش ابوك الرجرف ده. لا ما تغلطش في ابويا. اقعد بس كده، اقعد يا راجل. يا علي انت ضربت من بس يا جدع، انت انت مجنون. انا بس يا ابن الكلب، شوف ده ابوك قاعد عامل كتور الهاي. وقتك بتفش يا راجل يا جدع. خلاص يا جدع، ايه خلاص يا جدع، خلاص يابا. ابوك مجنون يا الاصداد، انت كده ابوك مجنون. هجيب حاجه حلوه يا ابن الكلب. الله ومال اعمل لك حاجه شاكر وتعالى. ده مهما كان نسيبي تموتني عشان تسيبك. بقول لك انا مش عايز شغل الجنان بتاعك، مش عايز شغل الجنان ده. انا قلت لك مش هناسبك عشان خاطر ابوك اقرب من قد ما سمعتش الكلام. جبت لنا الكلام كل مره بقى تقول اقرب اقرب اقرب. بقول لك ايه يا جدع، انت انت مجنون. انت عايز ايه بقى يا حاج زبله بالصلاه على النبي كده؟ انا كل ما اجي اقول انا عايز اقرب اقرب. انا ماليش فيه، انا قلت له مش هناسبك. الواد طلع بيحب البنت، قلت مش اكثر بخاطر. ده ده ابن الكلب. وانت ماشي المهم صل الله عليه وسلم، احنا ناخد بنتك للواد ده، انت هتعمل معانا ايه؟ لا صل على النبي، انت جيت لي بدل المره الف وكعبك. بص كعب رجلك اتهرى. انت عارف انت هتناسب مين؟ مين الحاج بسيوني ابو شافع، عالم من اعلام مصر. لا ولا رجل ولا مش راجل. صل على النبي، انت هتقدر على مهر البيت ولا لا؟ صل على النبي. كده كده انت هتجيب 500 جرام ذهب. حلو، 500 جرام ذهب. تبيع الجاموسه تبيع الازلازه، انا ماليش فيه. تمام. وعايز فرح بنتي، اسمع بقى للاخر، وفرح بنتي في فندق انتر كونتيننتال في شرم الشيخ او في الغردقه. انا بنت الخدام وربا اللي حلو. انا ماليش دعوه، ان شاء الله ببيع هدومك. اصبر يا ابن الكلب، ده انا بنتي صلاه النبي عليها جمانة بنت الحاج بسيوني. مش هتقولش نانسي عجرم ولا هيفاء وهبي؟ شاور عقلك كده وترد عليا. احنا هنكتب لك فلوس في الزاويه. لا وتجيب لي بقى ايه يا شاكوش يا حمو بيك؟ لا هنجيب شاكوش. شاكوش في دماغك ودماغك يا هادي يا دزاز. شاكوش ماليش فيه. الواد اللي بيغني. اه يابا فرح بنتي بقى. بص اول واخر فرح فيك يا بلد. اه يلا بقوم كده وشاور نفسك وارد عليا. ان شاء الله لو جهزت دلوقتي اهو هعمل لك دلوقتي اهو. خلاص وانا جاهز، انا بعت وهجيب وهجيب لك المأذون. خلاص وهطلع امك. والله ما ليش فيه. خلاص يا حاج زبله موافق؟ وانا موافق. شاور نفسك كده وابقى تعالى. قوم بقى عشان نشتغل ونبعت عيشنا. قوم الله يخرب بيوتكم. في حاجه ثانيه عايز اقولها، مستعجل ليه يا ابن الكلب؟ عايز انا عايز اقول لك على حاجه. انا بديك راجل يا عم. راجل بيني وتوكل على الله. انت ربع رجاله، انتوا الاثنين. قوم يا هلا. متهزرنيش يا ابو ناس. قوم يا كده يا هلا. بلا ابو ناس بلا بتاع. ده بنت عسليه. سلام عليكم. يلا يلا فك قصه عليك نفس. انا زهقان يا حاج. عندي ياسر معاك. فاضل انت عايز تتجوز بنت الحاج بسيوني يا ابو شاء. اتجوزوا يا عم. وراجل معفن وطالب حاجات كتير قوي. ما يجراش حاجه يا عم. انا عاوز الحاج من شاكوش. عشان شاكوش المغني. اه شاكوش ولا بس ولا التاني مش عارف اسمه. يا عم انا هجيب لك واحد يغني حلو. واحد اسمه حماده هلال. حلو قوي. حلو ده. اتصل لك بيه دلوقتي تسمع صوته. يا استاذ حماده عامل ايه؟ تصحى في ليله عاوزين نحياها كده بتاع الواد لزازه ابن الحاج زبله. اه عندنا هنا جنبنا هنا. ابن الحاج زبله صار باني بالغالي اشتريته برخيص باني. ده ما ابو نصب بعد كده. انا ندمان عليه ولا هبكي في وقتي. حلوه قوي قوي. انت انت بتاخد كام في ليله بقى يا استاذ بلال؟ حلال حماد. حماد حمادة بلال. حمادة هلال. انا باخد 10000 جنيه. بس احنا نروح نسيبه بقى ونوريه حماد هلال. انا شاكر. انا هجوز البنت بنتي واكتب الكتاب بتاعها دلوقتي. مبروك. الله يبارك فيك. عايزك بقى الواد ابتسيبله الواد اللي اسمه الوزلاز، عايزك تمضوا لي قايمه تعلمه الادب عشان ما يروحش شمال ولا يمين. والعروسه راحت الكوافير دلوقتي. معلش
انا الواد زازا ده عيل اقرب زي ابوه ده شغال على توك توك وجربان. ما احنا نكتب الكتاب دلوقتي وعايزك تظبط لي الدنيا ورواق. ماشي خلاص يا عم شاكر. عايزك بص في اعلى حاجه عندك تمايتوها ساعه الجهل اصلا ده هيبص ما عرفش يقرا ولا ايه. خلاص اهو جاي هناك اهو. الله على النبي يا عم شاكر. دلوقتي ادي العريس الواد الله الواد الاقرب ده اهو. وعايز تكتب القايمه كده وتروق الدين. خلاص ورا يا حاج ياسر ما تخبطش الا لما قلت عشان خاطرك انت بس. يلا الله طلع القايمه كده على طول عشان مش فاضيين. لا ابو فلوس بس. لا ابو فلوس. لحظه لحظه انت جايب لي واحد بيدفع فاتوره ابو لا ده مأذون الشرع بتاع البال. لا ده البطاقة يا جدع ده شكل مأذون. اه حاج زبله هو ده انت انت مأذون. اه طب ما خد البطاقة. لا انا خلاص انا عارف البطاقة. اقصوا يلا يا حاتم وشكلك بقى انا ما اعرفش هبدا. انا طب انا ابن يا استاذ ايما بنص مليون جنيه. لا ده وده خلاص حاج زبله طيب عليها قوي. خلاص اه ده يا عم ابدا بمليون جنيه. هبص وانا دايما بمليون جنيه. ليه انا شارع عربيه نقله شارع عربيه واحنا ما احنا حته مننا بس انا غالي قوي. لا انا كنت خلاص مليون جنيه. انت طالقه بعد بكره بكبس. حلو يلا يلا خلاص يا عم خلاص يا عم خلاص يا عم يلا حته عارف ده عبد ده انا بتكلم. صل على النبي خلاص ماشي انا الحاج يرجع. انا بعرفش هفضى انا بقى انت بتتف في قلبك بتاعك انت بتدافع انت بس انا ابصم كويس هات ابصم يا تعالى هتصوعك الخمس انت هتكمل بين على الارض ولا ايه؟ ايوه هات لي بقى الايمه دي كده كفايه. الايمه صلاه النبي تعالى ايه تك تك. الف مبروك يا عم يا بقى الايمه الله يبارك فيك. وده منظر مطرب انا بتتبع على حسن شاكوش لما الاهم طب نجربه. اه ده حسن نسمعه نسمع اه نسمع سمعنا يا شريك. يا ليلي يا عيني يا عين كلمة حبيبي خسارة بعاني بالغالي اشتريته برخيص. ورايك يا ابو ناصر وجاي غالي في تراب ده ولا ايه؟ انا مش عارف ارفع شويه ولا واحد حبيبي ظبط نفسه بس طلع على النبي. انت هتغني الاغنيه دي في الفرح؟ لا ولا غني غيرها؟ لا هي غني له اغنيه فرح. هاتوا كوبايه تنسون ولا اي حاجه. راجل فلاح انا انا انت بس يا جدع. طلع على النبي يا جدعان. طلع على النبي راجل الكلام. صلوا على النبي. انت عايز الجد على الحركه عشان تشتكوا من الايه. طب بتصلي على النبي يا حاج زيد. انا قبل حتى قال لك استغفر الله استغفر الله. طلع على النبي. هو مرشد. لا ما تقولش. هو مرشد. طلع على النبي. طلع على النبي. بس انا محب. طلع على النبي يا حاج زيد. انا مش كنا بنقرا مع بعض في الطرف. اه انا شايفك كنت بتعمل. وانت بتعرف تقرا اصلا؟ انا لا ما بعرفش. طب انت كنت بتعمل قرص؟ انا كنت ماشي ساعه. اه كنت ماشي يا عم صل على النبي. بقول لك يا عم امشي بقى وما تتسرعش. لا 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 استغفر الله. طب غني له اغنيه ثانيه يا حماده. غني اغنيه مش يكون حزينه كده ولا حاجه ترقص كده. غني له اغنيه ثانيه. اسمعوا بقى. ده تاخد نفس عميق شهيق وزفير وانت هتعوم ولا ايه؟ قوي قوي طعمي قوي. انا موافق على المطرب ده. العروسه راحت الكوافير باديكير ومانيكير وراسنا وتاتو وحمام ساونه ومسكره ومسخره وقله ادب 7000 جنيه. يبقى 10 يبقى 10 يا عم. يبقى 10 حاج زيد. هيسلموا لك بقى 48 ساعه بتستحمى في الكوافير. اه يلا هات روح نستلم العروسه. لا استنى بقى انت بتقول كوافير ب 10 و7 هم اللي ادفع. واخد 200 جنيه ما ينفعش. ما انت يعني فكرت نفسك عايز تشوف بجد. ما ينفعش الكلام ده. زود كل واحد جايب لها يدفع. لا مش هيدفع. طب يلا روح نستلم بقى العروسه في الكوافير. يلا هتقوم يا فنان. انا يا عم شاكر في العروسه بس انا هنلعب عليها ايه لا تسعد. الف مبروك يا عم. والعريس ما جاش له يجي يستلم. تعالى يا جدعان يا زبله. انا على العروسه ايه بالصلاه على النبي على الروسه. انت مش عارف تقعد يا لصلصه من اولها. سلم على الروسه. خلاص يا حاج زبله. خلاص اديله الجرفات. اديله الجرفات يا حاج سبحان الله. انت بتسمعني يا استاذ؟ شوف قاعد يرضى عمره 10 سنين. يلا يلا صل على النبي. يلا عشان نحيي الليله نروح الشيل. يلا المطرب الفنان صوره سيلفي. يلا اهو ابني الوحيد صوره سيلفي اهو. قولي اه العروسه حلوه اهي. عروسه بالصلاه على النبي قمر ايه؟ مبروك. مش عارف انا شفتك في الصوره بتعمل
مبروك 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 مبروك. يلا يلا قوم انت عايز تشوف شكل عامل ازاي الحلاوه دي شروخه يا ليلي يا استنى بس قول يا فنان كده وسمعنا يا ليلي يا عيني يا 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 عين الله الله يا خساره باني الله اصبر اسمع الفنان الله ولا هبكي انا انا ولا انا لا مسطول ولا بتطوح انا جاي جامل ومروح انا لا مسطول ولا بتطوح انا جاي جامل ومروح.